بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني قبل ما نتكلم عن المباراه نتكلم على الاستقبال. بصراحه استقبال حار مسيري الوداد، نشكرهم على هذا الالتفات هذه. بالنسبه يعني للرحله كانت رحله عاديه، ما عاد يعني تاخر الطائره بساعتين، ولكن الحمد لله البعثه كلها وصلت بخير. اما بالنسبه من نرجع للمباراه، نظن من المباراه اليوم هي راح نخدموا الشوط الثاني في الدار البيضاء بعد ما الشوط الاول انتهى بهدف لهدف. الشوط الثاني هي اللي راح يكون يعني المباراه الفاصله، وين راح تكون قويه جدا. ما كانش حسابات، يعني نظن باللي احنا مرغوم علينا نسجلوا هدف على الاقل. اما بالنسبه يعني الخصم نعرفوه باللي خصم عنده خبره ولاعبين ذوي خبره كبيره، والكره يعني المغربيه راهي في اوج العطاء، وحنا نفس الشيء ما جيناش في توب الضحيه، جينا باش ندافعوا على كل حظوظنا وندافعوا على التاهل ان شاء الله. لان 90 دقيقه خاصه في مباراه الديربي بين فريقين عريقين، فريقين اللي يعرفوا بعضهم البعض، نتمنى ان شاء الله ان الاقوى هو اللي يعدي للدور نصف النهائي. وحنا دائما جينا من اجل تمثيل الكره الجزائريه، وخاصه ان نعطي صوره جيده للمولوديه ولانصارها الاوفياء. شكرا.